مشاهدينا الكرام، ومن أخبار السياسة إلى أخبار الاقتصاد. ومع دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك دينا، شكرا لك أميمة. والآن موعدنا مع أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين، وذلك بسبب عمليات جرد مخازن شركتي المصرية والعامة للجملة. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين التي شددت على أن عمليات الجرد التي تتم بمخازن الشركتين لن تؤثر على عملية صرف السلع التموينية. وأكدت الوزارة أن نسب صرف السلع التموينية لشهر يونيو الماضي وصلت إلى 100%، مشيرة إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق، وذلك لضبط المخالفات. أشاد مسؤول العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بإطلاق وزارة التعاون الدولي كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، وذلك لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. الكتاب الذي أطلقته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط يقوم على 3 ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وفي تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية العراقية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر يوليو بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672 مليار و684 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 10345 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، وقفز مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.61 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 18.52 جنيه للشراء و 18.68 جنيه للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21.57 جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع. وقع بنك الاستثمار الأوروبي على أول شريحة قرض مرتبط بالاستدامة لصالح إيطاليا بقيمة 300 مليون يورو، حيث تصل قيمته الإجمالية إلى 600 مليون يورو. وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يعد الأول من نوعه المرتبط بالاستدامة التي تتعلق بتحقيق هدف مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي المتمثل في الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعمل المناخي. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى أميمة ودينا. إليكما. شكرا لك دينا.